هل كان كذا إلى أن قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ شوف السؤال الدقيق. أبو سفيان قال لا قبل ما كان هو يقول كذاب يقول ساحر وكذا، لكن قبل أن يقول هذا كان هل تقال له؟ ماذا قال هرقل؟ أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل طبعاً عرف أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إلى هرقل وطبعاً وعرف أنه بدأ تأثيره، فقال هرقل انظروا لي من حولنا من رجال أهل مكة، أريد أن أسأله عن هذا الرجل. فكأبو سفيان لا شك من عقلاء قبل أن يسلم طبعاً عقلاء والكبار، فسأله وأبو هرقل أيضا عاقل جعل رجلا خلف أبي سفيان قال شوفوا إذا كذبوا شيء بلغوني، ولا يريد أن يكذب أبو سفيان على وجه قوم لا يمكن أن يكذبون ولا يمكن أن بمعنى أن ينزل من شخصيته، فكان يسأله فمن هو فيقال هو من خيارنا من قبيلة من خيار القبائل من كذا كذا هل كان كذا إلى أن قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ شوف السؤال الدقيق. أبو سفيان قال لا قبل ما كان هو يقول كذاب يقول ساحر وكذا، لكن قبل أن يقول هذا كان هل تقال له؟ ماذا قال هرقل؟ قال أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ما يمكن. شوف العقل وشوف أيضا الشخصية التي اصطفاها الله عز وجل لتكون نبيا، لأنه كان في حياته كان الصدق والأمانة فاصطفاه الله عز وجل. إذن قال هذا الرجل العقل العاقل ما دام أنه لم يكن كذابا قبل أن يكون نبيا أو يدعى أو يقول إنه أو قبل أن يقول إنه نبي، قال أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله أبدا. ما يمكن، أعظم حجة. طبعا قال لا 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 أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، بمعنى عرف أن أمر رسول مشى خلاص، يعني بمعنى ما دام العقلاء ومع أنهم أعجام ولهم ملكهم ولهم يعني ما في ذاك الوقت ما كانوا يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال أمره محدودا، لكن لما قال ما قال أبو سفيان بعقله أدرك، قال لقد أمر أمر ابن كبشة، يعني عظم ابن كبشة طبعا ما يعني يريد أن يحقق إلى حد ما، طبعا كبشة اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم أبا كبشة.